مشاهدينا الكرام، احييكم في فقرتكم الجديده بعد غياب اسبوع كامل من فقرات من روائع الانجيل. وموضوع اليوم حيكون منصب على سؤال واجهه المسيح بخصوص الطلاق. السؤال ايش يقول؟ السؤال يقول: هل يجوز للرجل ان يطلق امراته؟ تعالوا نسمع هذه الايات المباركه. كلمه الرب تقول: ولما اكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء الى تخوم اليهوديه من عبر الاردن، وتبعته جموع كثيره فشفاهم هناك. وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟ فاجاب وقال لهم: اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى، وقال: من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. قالوا له: فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هذا. وأقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إذا كان هكذا الأمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. هذه الآيات من إنجيل متى الإصحاح 19 الآيات 1 إلى 12. أحبتي في المسيح، هذا السؤال جاء من الفريسيين علشان يجربون يسوع، يعني يبوا يورطونه بهالسؤال. السؤال ايش يقول؟ هل يجوز انه الواحد يطلق امرته لاي سبب؟ طبعا حنا نعرف انه الاسلام يجيز للرجل انه يطلق امرته لاي سبب، وبعدين يقول لك ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. شيء عجيب، شيء عجيب، حلال وبغيض ما تركب. المهم خلنا نرجع لموضوعنا. لو المسيح قال نعم يجوز انه تطلق مرتك لاي سبب، حيصير مشكله مع القاده اليهود. ولو قال المسيح لا، حيصير مشكله مع من؟ مع هيرودس اللي كان يعيش حياه الفجور والزنا مع زوجه اخوه بعد ما هجر زوجته الاولى. ويوحنا المعمدان كان ما يخاف الله لومة لائم، فقال لهيرودس إنهم ما يتحل لك حسب متى 14:4. وكانت نتيجة المشكلة اللي خلته يحبس يوحنا المعمدان، القصة موجودة في متى 14:3-4، وانقطع رأسه بسببها. والحقيقة إنه موضوع الطلاق موضوع خلافي إلى هذا اليوم، لكن المسيح له كل المجد رجعهم إلى يوم أبونا آدم وأمنا حواء. ربنا خلقهم ذكر وأنثى، مش ذكر وأربع أناثي. ليش؟ ربنا خلق آدم واحد وحواء واحدة علشان يتزوجون ويكونون مع بعضهم البعض ويكونون جسد واحد طول العمر، ويكونوا مع بعضهم البعض على السراء والضراء، ما يفرقهم إلا الموت. الزواج السليم يا إخوان ينتج عنه عيال سليمين فكريا وعاطفيا، والعيال ينبسطوا لما يشوفوا أبوهم وأمهم يحبون بعض. جو هدول الفريسيين وقالوا للمسيح: طب ليش موسى أذن بالطلاق؟ طبعا هم يستندون على الآية المذكورة في التثنية
الإصحاح 24 الآيات من 1-4. فقال لهم يسوع بسبب قساوة قلوبكم، فهو أذن به ومش أوصى به. يعني ما قال إنه حلال ولكنه مبغوض، لكنه أذن به على أساس إنه أهون الشرين، خصوصا لو رجعنا للخلفية التاريخية لهذا المجتمع. تلاقيه كان يتكلم مع مجتمع شرقي، اليهود مجتمع شرقي، ويعتبر أن المرأة جزء من ممتلكاته. وللأسف إلى هذا اليوم، والمشكلة هذه موجودة عندنا في السعودية وبعض البلدان المجاورة. لكن المسيح صدمهم لما ساوى الرجل بالحرمة، يوم إن قال من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني، حسب مرقس 10:11-12. يعني المرأة اللي تطلب الطلاق علشان تتزوج واحد تاني مثلها تماما مثل الرجال اللي يطلق مرته ويبغى يتزوج واحدة تانية، كلهم يعتبروا في حالة زنا بنظر المسيح. ما في أحد أحسن من التاني. أحبتي في المسيح، أنا شخصيا خدمت تطوعيا في خدمة إصلاح ذات البين لما كنت مسلم. مارست هذه الخدمة المباركة، خدمة إصلاح البين حسب تعاليم الإسلام، وهم بعد مارست هذه الخدمة حسب تعاليم المسيح لما صرت مسيحي. صراحة تعاليم الإسلام كانت على شكل تخدير، ولكن الأمور تنتهي بالطلاق للأسف إلا من رحم ربي، لأن الطلاق أصلا حلال في الإسلام ولأي سبب. وبعدين أنت تستخدم أسلوب التخويف، وأنه القوامة بيد الرجل، وأن الرجال يحلوا أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع أو ما ملكت الإيمان حتى، وبيت الطاعة وغيرها من هذه الأمور. كل هذه الأمور تزيد من الطين بلة. لكن المسيح حصر الطلاق لسبب واحد فقط، وهو الزنا. ليش؟ لأن الزنا عبارة عن اتحاد بجسد آخر، مما يدل على أن الانفصال من الجسد الأول قد تم بالفعل فكريا قبل ما يصير جسديا، وهذا طبعا كله سبب الخطية اللي دخلت علينا حنا البشر. وللأسف الإسلام سوى المشكلة أكثر تعقيد لما سمح للرجال بالزواج من الثانية والثالثة والرابعة، وسمح للرجال بالطلاق. علشان كده تسمع كثير من الحريم يبوا يبذرون ويصرفون أموال أزواجهم عشان إيش؟ عشان لا يتزوج عليها نتفريشو. أما بالمسيحية، وكونك تعرف أن حرمتك صارت جسد واحد معك وتصير تحبها مثل ما تحب نفسك، ولما تعرف أصلا أنه صلاتك ما يسمحها ربنا لو كنت مش تمام مع مرتك، حسب بطرس الأولى 3:7، ساعتها كيف حيكون طريقة تفكيرك؟ ساعتها حتكون طريقة تفكيرك ونظرتك لمرتك وتصرفاتك تكون مختلفة وأكثر رقي ومليانة حب وإيثار وتضحية عشان تسعد هالحرمة المسكينة اللي تركت أهلها وأمها وأبوها وأخوتها وكل اللي تحبهم عشان تكون معك أنت، لأنها تحبك وتبغى تكون معك جسد واحد. أصلي أن تكون كل أيامكم حب في حب، ويكون المسيح وسط كل بيت مسيحي، ويكون المسيح هو الخيط المثلوس يربطكم مع بعض البعض، لأنه الخيط المثلوس ما ينقطع بالمسيح يسوع. آمين.